اشتعلت السوشيال ميديا في الأردن بقصة مطعم شاورما بعدما نشرت ابنة صاحب المطعم رسالة مؤثرة على فيسبوك لإنقاذ مطعم والدها من الإفلاس. الفتاة التي تدعى ربا الطوابيني ذكرت في رسالتها أنها تكتب وعينها تدمع بعدما أبلغها والدها الستيني باكيا بأنه سيضطر للتخلص من الشاورما نتيجة عدم بيعها، وطلبت في رسالتها مساندة والدها الذي يعول للأسرة، لافتة إلى عدم وجود دخل مالي له منذ مطلع الشهر الجاري. وتجاوب النشطاء مع رسالة الفتاة، وفي أقل من ساعات من نشر المناشدة انهالت طلبات الشراء على المطعم الكائن جنوب العاصمة عمان، وأصبح حديث الرأي العام.